شاب يا مهير، خلنا ندور الراس شوية. ما يمنعشي، كمبوسة هنا كمبوسة هناك. عندك مشكلة مثلا؟ يقول لك السلطان مات. مات؟ مات من ملل، الحين بيسوي حرب. لا في لا شفاء ولا رحمة، ولا حد مثل مع بارود ومسدس. في رمضان والله اختي يعني عندش نطالع شعبية الكرتون، وعندش فريج، وعندش الجزء الثاني اللي هو نازل لولو مرجان، يعني في مسلسلات حلوة يعني وايد تنزل في رمضان فنتابعها. رمضان بتكتر المسلسلات والدراما، بس أنا يعني بشكل عام بحب الدراما السورية، وبشكل خاص السنة الولادة من الخاسر. طبعا في أكثر من مسلسل، في الولادة من الخاسرة وفي العراب وفي غيره، يعني أكثر مسلسل المسلسلات بحب أحضرها برمضان عندك الولادة من الخاسرة والقاصرات. والله هو المسلسل المفضل برمضان هو ولادة من الخاسرة. بنات الجامعة، مسلسلات اللي هي الخليجية الكويتية تقريبا، أو وفي بعض المسلسلات برضو المحلية. والله أكثر شيء لولو مرجان صراحة. المسلسلات البدوية مثل النمر بالعدوان، غافة، هاي المسلسلات. البرامج اللي أنا حسيت أنا يعني عجبتني أكثر اللي هي برامج طارق وهيونة. أنا بحب أحضر برمضان حكاية حياة ولعبة الموت. بحب أحضر أبو الملايين. أنا خابر في مطعم شوي طواويس. موجود عمي؟ يخلي يسوينا شم طاووس مشوي. أنا بحب أحضر دورة. بحضر حكاية حياة وكبير قوي، هو اللي نقضب الطلاق. في حريم السلطان. أنا بحب أحضر الولادة من الخاسرة وعائلة خمس نجوم، وفي كمان سكر وساط مسلسلات المصرية بحب فيها حكاية حياة. يعني بس هو حكاية حياة اللي بحضر. مستشفى كم شهر وبعد كده تخرجي؟ هو انت هتفضلي موكوسه كده على طول وبراسك اللي ابوك سابهولك الله يرحمه تسيبيه ليه؟ ما بحضر مسلسلات ابدا.